موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سورة لقمان تتضمن أصول التربية الصحيحة، ولقمان عليه السلام جمهور العلماء على أنه رجل صالح رضي الله عنه، والبعض قد ذكر نبوته، والنبوة تحتاج إلى دليل واضح، ولكن ذكر الله أنه آتاه الحكمة. وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أساس ذلك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. من أسباب سعادة الإنسان شهود نعم الله عز وجل عليه، ومن أسباب شقاء الإنسان عدم شعوره بنعم الله، جحود نعم الله. عمل إبليس أساسا على هذه القضية، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأن من لم يشكر فقد كفر. ولذلك القيام بالشكر من الأبوين أو من المربين، واستحضار نعمة الله والثناء على الله بها وتصريفها في طاعة الله، هي أساس ركن التربية الأساسي، وهو المربي. يعني التربية عبارة عن مربي ومنهج ومربى، مربى مستعد قابل، ومنهج يربى عليه يعلم ويوجه تدريجيا حتى ينمو العلم في قلبه والمراقبة والأعمال الصالحة. فأساس التربية المربي. إذا لم يوجد مربي، مهما كان هناك منهج جيد، حتى ولو كان الولد أو الطفل أو المربى مستعدا، لكن شيء أساسي. لذلك مدحاه الله قبل أن يذكر موعظته لابنه. وهذه هي المشكلة الكبيرة التي تواجه الأجيال القادمة في أمتنا، أن المربين مفقودون إلا من رحم الله. ولذلك يجب العمل على إعداد المربي. ثم الوسيلة التي تقع من خلالها التربية، جلسة أبوية، جلسة مستقلة يبث فيها الأب موعظته وتوجيهه لولده، وواضح أنها جلسة خاصة، لأنه لم يقل يا بني، وإنما قال إيه؟ يا بني. فالظاهر أنها جلسة خاصة، وهذه أصبحت نادرة في واقع الحياة، إن الأغلب الأعم مشغول باللي بيسموه إيه؟ ميديا، أو مش السوشيال، يعني ايه، الخطاب الجمعي، الخطاب الفردي ده، يعني لكنه توصيله من القلب للقلب. الخطاب التاني ده منظر جامد او اكتر منه، يعني الخطبة التي يسمعها الالاف هم ربما التي نبحث عنها احنا، والمؤثرة في الحقيقة هي الايه؟ العلاقة المباشرة. الامر ده مذكور
في قصة يوسف مع أبيه، ومذكور في قصة إسماعيل مع أبيه: يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبتي إني أرى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. إخواته ما كانوش موجودين، بدليل إن هو يقول: فيكيد لك كيدا، وإن هو اجتباه ربه سبحانه وتعالى واصطفاه، أخبره يعقوب بذلك. ومذكورة في قصص النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، نقول أنه قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ كان هو إيه ومعاذ فقط. وقال: يا معاذ، إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحاجات دي اتحفرت، وابن عباس أداها لما كبر. لو نقول كده احنا بنعمل ايه مع اولادنا في هذه الجلسة، او المربين، او اللي هم من يأخذون درسا، احنا معظم عملنا الماس ميديا، التكتل الكبير، وهذا الامر لابد من اعادة النظر فيه، ونسأل الله العافية. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. كلمة يا بني دي كلمة مؤثرة تأثير عظيم جدا في نفس الطفل أو الناشئ، إن هي تصغير ابني، لأن الصغر أصلا مستجب للرحمة. شفتوا النمر عمل إيه في القردة؟ أكلها. وفي الطفل القرد الصغير ها رب حفظه، ده قاتل من اجله. الصغر بيستجلب الرحمه، حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو ما العالم كان ينهار لو ما كانش فيه رحمه بالصغير، لان الصغير ضعيف جدا ولا يملك شيئا. فبيقول له: اولا انت ابني. والبنوه دي لوحدها ايه؟ مستجلبه للرحمه وللعطف وللمحبه. ولما تكون انت صغير كمان، ابن الصغير، يبقى ايه؟ يبقى ذات اثر مضاعف. فالكلمة دي كلمة نادرة الوجود دلوقتي، الشخط والنطر والزعيق والشتيمة، وبالتالي بعد كده طبعا الضرب، وبالتالي لما نلاقيهم بعد كده كبروا بيزعقوا في اهليهم، يبقى ايه؟ يبقى مش هنستغرب. انت كنت ما عندكش الرحمة وهو صغير، فمش هيبقى عنده إلا اللي انت زرعته. لما هو يقوى بقى ويستغنى، ويبقى انت يعني ما مش هتعرف تحكمه، يبقى يترتب على ذلك ان هو يجنى الشوك كما زرع الشوك. فنسأل الله المغفرة والعافية. فضلا بقى ان الاكثر مش حاطط في ذهنه ايه النقاط التربوية الاساسية التي لابد ان يغذى بها الطفل. فاول حاجة التربية العقادية: يا بني لا تشرك بالله. العقائدية، التربية العقادية: يا بني لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. هنلاقي العيال عندنا مثلا في المدارس والبتاع دي عرفوا كلمة إن الشرك لظلم عظيم في البيوت أو في المدارس أو في، لغاية ما الناس تكبر ما تعرفش الشرك. بل بيلقنوا الآن الكفر البواح بمساواة الملل وتجويز عبادة غير الله. نعوذ بالله من ذلك. التربية العقدية، التربية السلوكية. ورغم ان العبادية مقدمة في الاهمية، الا لان الجزء الاول من عمر الانسان مهم، اللي هو متعلق بوالديه، هو بدايته فيه. فتذكيره بذلك مهم جدا في سلوكه العام.
ورعايتي بعد ذلك. يبقى في تربيه في السلوك والخلق خصوصا تجاه الوالدين، واللي عنده بر لوالديه هو اللي عنده صله رحم، هو اللي عنده احسان للجيران، هو اللي عنده رأفه ورحمه بالخلق، لان هو بر الوالدين بيشع في هذا الباب مع حدود الطاعه. ان حدود الطاعه مش تسمع وتطيع على اي الاحوال، دي تربيه خطيره جدا. النهارده امم كامله بتربى انك تسمع وتطيع ولو غلط، نفذ الاوامر ولو غلط، نفذ الاوامر ولكش دعوه. تخيل انت من الاول خالص ويتقال له ايه، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. وزيها يعني مش الشرك فقط، بل انما الطاعه في المعروف، كل معصيه لله سبحانه وتعالى. ده تعظيم قضيه الدين على الولاء للابوين او للعائله او للقبيله او للابعد منها الوطن او القوميه. لا، دي كل دي الولاء ليها تابع ليه؟ للولاء لله عز وجل. ودي الفكرة اللي بنختلف فيها اختلاف كبير مع المدرسة القومية المعاصرة. المدرسة القومية بيعملوا لهم امتحانات، بيقول لهم لو تعارضت مصلحة الوطن مع مصلحة الدين نقدم ايه؟ تخيلوا. طبعا هم عاملين اختيار ينفع، يعني ان هو مش ممكن تتعارض، بس المهم ان السؤال نفسه خاطر في بال واحد، هو يعني اجابه هو صح ان فعلا انه يستحيل، اي لانهم نجمع بينهم. لا، هو في الحقيقه مصلحه الوطن لا يمكن ان تتم الا من خلال مصلحه الايه؟ الدين، لا شك في ذلك. هم عندهم القضيه ان احنا حته الارض دي والبشر دول احنا دول تبعنا، واهم حاجه نعمل بقى في كل حاجه عشانهم ان شاء الله. تحالف مع الشيطان زي ما رئيس منهم قال قبل كده زمان. لكن هي من الاول، عشان كده هم حريصين جدا على التربيه العمياء. الناس عمرها ما تنفع تعترض لما يحطوا ايه، لازم كله يسمع الكلام، واللي بيبقى عايز يتكلم يبقى خايف مرعوب انه يتكلم. تربيه سيئه جدا. لكن احنا التربيه الايمانيه الاسلاميه مبنيه على تعظيم حق الله، وان ما فيش حد في الوجود يطاع طاعة عمياء، لكن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الطاعة المبصرة. ثم من أركان التربية العقدية: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم من أصول اللي هو الإيمان باليوم الآخر. ثم من أصول التربية الاعتقادية المراقبة ومعرفة أسماء الله وصفاته، ومعرفة أن الإنسان سيجازى على عمله، ترسيخ قضية الجزاء والثواب والعقاب في الآخرة. يا بني إنها، أي الفعلة أو المعصية لو كانت معصية، إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. معرفة الأسماء والصفات، معرفة الجزاء عند الله يوم القيامة. ثم التربية العبادية: يا بني أقم الصلاة. ثم التربية الدعوية: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم التربية على أعمال القلوب: واصبر على ما أصابك، ولأن الدعوة إلى الله لابد لها إيه؟ لابد لها من يعني صعوبات ومتاعب. ثم التربية الخلقية في معاملة الناس: قال يا بني إن ذلك عزيزي، ولا تصعر خدك للناس، لا تمله تكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا. مرح بقى المغرور بنفسه، فرحان بقوته أو فرحان بنجاحه أو بقى ناسب لنفسه الفضل. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ال 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 إن قضية حب الله هي التي يبحث عنها، فأخطر عقوبة إن ربنا ما إيه؟ ما يحبش الإنسان. إيه هو اللي ما يحب؟ من اللي ما يحبهمش؟ المختال، المتعالي، المتكبر، الفخور، اللي معجب بنفسه. مرضين كبار جدا: العجب بالنفس والكبر على الخلق.
والكبر بقى أشد منه على شرع الله سبحانه وتعالى. واقصد في مشيك. فكل لما أسمع العيال دي اللي هي الليل طول الليل عمالة ايه ماشية تهبد مش كده بالبتاع، يعني هم خطواتهم ما بتجيبش كده، ويجيبوا حاجة عشان تعمل دوشة، عشان يقول للناس انا ايه، انا هنا انا ماشي انا بدبدب في الارض والعياذ بالله، يقوموا يعملوا بقى المهرجانات اللي بيعملوها دي والعياذ بالله. لكن هو التربية الاصلية ايه؟ انك تمشي ماشي قاصد. ساعة ما العيال يطلعوا من المدارس اقول فين الحتة دي، يطلعوا ايه هياج حاجات كتير قوي، كرة هياج مثلا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. حاجات القرآن ده حاجة يعني شيء فوق تخيل اي كلام، ووصية عجيبة الشأن في التربية. إن أنكر الأصوات لصوت محمد، اللهم ارحمنا واهدي أولادنا يا رب.